مهتمين بالألغام اللي بيتكلم عليه أنيس منصور. أول ما راح سافرنا في اليابان هو عايز يبقى في مصر عشان مشكلة الألغام تتحل، وهو هيتكلم عن هذا الموضوع بعد مباشرة. نشكر جميع الحضور. حقيقة احنا المؤسسة دي كانت مؤسسة قصدها إزالة الألغام وما ترتب عليها من آثار، وأهمها بناء مستشفيات مجانا ومراكز تأهيل مهني وتدريب مهني وورش للمصابين بالألغام. هندي فكرة صغيرة عن المؤسسة، نتمنى تشوفوها على الشاشة. مؤسسة أصدقاء العام لإزالة الألغام، وإحنا في المؤتمر السنوي بنعقد مؤتمر سنوي، لكن للأسف السنة اللي فاتت واللي قبلها ما انعقدش بسبب الثورة، وإن شاء الله بلدنا هتبقى خير وأنا متفائل خير، وبإذن الله السنة الجاية هتسمعوا أخبار كويسة عن إزالة الألغام وعن مصر والتقدم الاقتصادي والاستثمار. والحمد لله أنا حاسس إن هو بدأ من دلوقتي يعني، واللي موجود معانا فيه رجال اعمال ومستشارين صراحه انا حاسس ان هم هيعملوا حاجه وكل شعب مصر هيعمل حاجه.